سعيد بحضوري في مهرجان الوالي يوسفية، وأسعد أكثر بأنني ولد المنطقة، منطقة آسفي اليوسفية. كنمثل ك يعني الفنانين ديال المنطقة. حضوري في لجنة التحكيم هو طبعا شرف ليا طبعا، وثانيا هو تكليف، لانه باش تحكم على مواهب فصعيب، كتكون مسؤوليه كبيره، انه كتحاول ما امكن انك ما تظلمش شي موهبه وما تضيعش شي موهبه. فنحن نحاولوا بالمساعده ديال اعضاء لجنه التحكيم اننا نعطيو كل ذي حق حقه، لانه الميدان تيبغي شويه اجتهاد وتيبغي الصبر وتيبغي المثابره وتيبغي كيف كنقولوا حنا بالمغربيه صغيريه الراس، لانه اللي كيوصل دغيا كينزل دغيا، فكيبغي شويه الصبر ودقه دقه. ان شاء الله الله يسهل على الجميع، وكنتمنوا التوفيق للجميع المواهب ديال المغرب، لانه المغرب بلد ولاد للمواهب وبلد معطاء ديال المبدعين والابداع. ان شاء الله كنتمنوا ان دائما المبدعين يبقوا مشرفين ورافعين الرايه ديال بلادنا. الموهبه ديالي هي الغناء، وشاركت في هذا المهرجان الدوره ديالو السابعه جمعيه المشعل. كنشكر هاد الناس اللي منظمين هادي، وشاركت في المهرجان الدوره السادسه ديالو، وجيت الرتبه الثالثه، وشاركت هاد العام، ونتمنى من الله نشوف المرتبه الاولى. بغيت هاد الحماس هذا كامل يكون مع المواهب، متفقين؟ بغينا نشجعوا المواهب من قلبنا، وما غنحاولوا ما نظلموا حتى شي واحد. في مهرجان ديال الفكاهه اللي كيكون في اليوسفية. اليوم حضرت كلجنه التحكيم في واحد المسابقه ديال المواهب. تبارك الله على المواهب اللي كانوا، شي حاجه اللي زوينه. يمكن لدرجه انهم كانوا نيفو واحد وزوينين، لدرجه ان حتى فاش كنا تناخذوا قرار انه شكون يكون الاول شكون يكون الثاني، وحنا ديال بصح. كنتمنى المهرجان التوفيق ان شاء الله، وكنشكر الناس المنظمين، ونتمنى ان هذا المهرجان يكون نافذه زوينه كيطلب بها الفنان على الجمهور ديالو. وتحياتي لكم. شكرا. انا من لي كونديدا ديال هذه المسابقه هذه اللي في مدينه اليوسفيه، منظمه جمعيه المشعل. انا جد سعيد اليوم، ولانني من لي كونديدا، وان شاء الله والحمد لله وصلنا للفينال ودزنا فيه دابا، ونتمناو ان شاء الله يكون الخير. إذن الفائز بالجائزة الثالثة على رفيقي.
اللي واقع هو اننا اليوم في مدينه اليوسفيه سالينا هذه المسابقه واحد العناء طويل، لانني اليوم كنت في لجنه التحكيم ديال هذه المسابقه. كانوا بزاف ديال المواهب واعره 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 بزاف، كان صعيب لنا اننا نختاروا ثلاثه اللي غادي يفوزوا بالجائزه. الحمد لله لجنه التحكيم كان فيها عبد الملك البلجاني، كان فيها مراد البريقي، خالد الزبيل، وعبد ربي طوني ماجي. حاولنا انه بالخبره اللي عندنا بحكم اننا كاملين دزنا في برامج وكاملين تحطينا في البلاصه ديال الاخوان اللي هما واقفين، وحاولنا ما نظلموا حتى شي واحد واختارينا ثلاثه. ومن هذا المنبر كنقول اللي ما ربحوش شاركوا، عاودوا شاركوا، ما كاينينش غير هذه المسابقه في هذه الجمعيه، انما كاينين مسابقات كثر على المستوى الوطني وعلاش لا على المستوى العالمي. وتبارك الله عليكم، المهرجان ما سالاش، غدا ونتشاف. اصعب شيء بالنسبه للمواهب شي واقيلا الفكر ما وصلوش، الغرور، لان الغرور هو العدو ديال ماشي غير الموهبه، ديال الفنانه الكبار في جميع الميادين، لا في الرياضه لا في الغناء.